وافقت الجمعية العمومية لبنك أبو ظبي الأول في اجتماعها السنوي مساء أمس على توزيع أرباح النقدية بمعدل 50% بواقع 71 فلسا للسهم، وبإجمالي 7 مليارات و800 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023. وتستحق توزيعات الأرباح على مساهمي البنك المسجلين في 15 من مارس الحالي، أي المشترين بتاريخ 13 من مارس. وكذلك وافق مجلس إدارة شركة ديار للتطوير العقاري على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بمعدل 4% أو بما يعادل 4 فلوس للسهم للمرة الأولى في تاريخ الشركة، وذلك توزيعات عن عام 2023 بإجمالي 175 مليون درهم.